الله وبركاته. سائل كلمة سنقول، هل المرأة الحائض يجوز لها الصيام؟ لا طبعا، المرأة الحائض أيها الكرام الفضلاء لا يجوز لها الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند البخاري من حديث عمرة عن عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الحديث. ولذلك المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام، وإن طهرت تقضي ما عليها من الصيام، والله الموفق.